أرنا ما رأيت لوحة. لوحة؟ رأيت شيئا كالعمود أو كالشمعة وفوقه الهمزة، وفوق الهمزة الفتحة والضمة، فما معنى ذلك؟ معناه أن الهمزة إذا وقعت في أول الكلمة ترسم على الألف مفتوحة كانت أم مضمومة. نعم، مفتوحة ومضمومة. أنا أقول لك مثل: أنا أقرأ، أمي ترفع. أنا همزة القطع هنا وقعت في أول الكلمة وكانت مفتوحة. أنا، أنا ترسم إذن فوق الألف. قاعدة: كل همزة قطع في أول الكلمة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة رسمت على الألف، مثل: أنا، أبي، أمي، أريد. الأمر واضح. إذا كانت همزة القطع في أول الكلمة مضمومة رسمت فوق الألف أيضا. واضح. مثل؟ مثل أمي، أختي. ما أسرع بديهتك؟ بديهتي أم أغاني المعرض؟ ورأيت همزة القطع التي في أول الكلمة وقد رسمت تحت العمود وتحتها كسرة. وتأويل ذلك؟ تأويل ذلك؟ هل كنت في منام يا شيخ جمعة حتى تقول لي تأويل ذلك؟ عفوا يا بني، النسيان طبع فينا. أقصد تفسير ما رأيت أن كل همزة قاطع مكسورة إذا وقعت في أول الكلمة ترسم تحت الألف. إوزة. إوزة؟ وما هو ما الذي ذكرك بالإوزة؟ الأغنية، أعني أنا. تريد مثالا آخر عن همزة القطع التي تقع في أول الكلمة وترسم تحت الألف؟ هات يا بني. إذا، إلا، إذ ما، إن. إذا كانت مكسورة رسمت تحت الألف، مثل: إنشاء، إمارة. إذ ما، إن، إن. حسبك يا سيد زاهر، شلال من همزات قطع ترسم تحت الألف. على مهلك، دعي الحاسوب يلحق بك. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإيلاف من قولك آلفت المكان أولفه إيلافا إذا اعتدته. وكان لقريش رحلتان يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون. يا سيد زاهر، يا زاهر، يا سيد زاهر. ماذا؟ كرسي وأفعى. أفعى؟ أين؟ لا أحد يتحرك، فالأفعى لا تهاجم الساكن. هي أفعى، أنا أقصد أفعى المعرض. أفعى المعرض؟ معرض الرسوم. أنا لا أحتمل مثل هذا المزاحم.
ثقيل، ائذن لي بالانصراف. إلى أين يا آنسة حسيبة؟ أنت العين التي نرى بها، أتتركيننا بدون عين؟ اعتذر لها يا زاهر. عما اعتذر؟ عن الحقيقة التي أنقلها. كل شيء على ما يرام يا شيخ جمعة. ليس السيد زاهر مدينا لي بأي شيء. ومع ذلك أعتذر لك، أعتذر لك يا آنسة حسيبة. ثانية عليه دفع الثمن باهظة. ورأيت همزة على كرسي، وتحت الكرسي كسرة، ورأيت واحدة واحدة يا زاهر. أما الهمزة على الكرسي فهي الهمزة التي تقع في وسط الكلمة، وكل همزة تقع في وسط الكلمة هي همزة قطع دائمة، وهذه الهمزة ترسم على الياء إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورا، مثل بئر. بئر. رسمت الهمزة متوسطة فوق الكرسي لأن الحرف الذي قبلها وهو الباء كان مكسورا. ب ب. ورئم. رئم. الراء مكسورة سبقت الهمزة، ترسم الهمزة على الياء. ما معنى الرئم يا شيخ جمعة؟ تمثل للرئم ولا تعرف معناه؟ اسأل السيدة جاسوس على القاموس. ها؟ وأين أجد السيدة جاسوس؟ اصلينا بالسيد جاسوس على القاموس يا حسيبة. جاسوس على وريثما تصل الإشارة اعرف، كلما رأيت همزة متوسطة مكسورة أو ما قبلها مكسور فارسمها على الياء. بدل اتصال مع السيد جاسوس على القاموس. رئم. رئم. الرئم الظبي الأبيض الخالص البياض، ويسكن الرمل. جمع. ها؟ لماذا يا حسيبة؟ لماذا قطعت الإشارة؟ لست أنا. انقطعت الإشارة لأننا لسنا في درس الجمع بل في درس الحرف، ولكنه موضوع لذيذ. ستصله في قسم الاسم، ما علينا. هاتي همزة متوسطة مكسورة رسمت على الياء ليس لأن ما قبلها مكسور بل لأنها هي مكسورة. هذه المرة سأطلب منك يا شيخ جمعة أن تأتي لي بمثل عن الهمزة المكسورة التي ترسم على الياء، لأني إن نطقت فكالشلال. نعم كالشلال، همزة مكسورة متوسطة مثل رائعة. 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 قل رائعة النهار، ولا تقل رابعة النهار. رائعة النهار أي معظمه، يقال هو كالشمس في رائعة النهار، أي هو كالشمس في معظم النهار. وماذا عن رؤية الأفعى؟ هل تقصها علينا؟ رأيت الأفعى. ماذا جرى لك يا حسيبة؟ نقول إنها أفعى معرض الرسوم. الأفعى. الأفعى. ماذا عليها؟ عليها بقع. بقع. إنها you
أنثى الحياة تسمى الأفعى، وذكر الحياة يسمى الأفعوان، وأنا الآن في مفعات. المفعات الأرض التي تنتشر فيها الأفاعي. أفعى؟ أفعى في مركز حاسوب اللغات؟ ما الذي حدث؟ هل قلت لها شيئا؟ لم أفتح فمي والله. كل شيء على ما يرام. اهدئي فقط وقولي لي ما الذي يزعجك؟ فهمت، ليست سوى أفعى من فضة. هل تسمحين يا سيدة بهذه الأفعى؟ كما ترين ليس سوى جماد بارد. سلامتك يا أنسة حسيب. والآن ستعطيك الممرضة حقنة في الوريد، عليك فقط أن ترتاحي وسيصبح كل شيء على ما يرام. هيا بنا يا سيدة، هيا. أتعلمين يا سيدة أن المريضة حسيبة مصابة بعقدة الأفعى، وأنك كدت بهذا تسببين لها انتكاسة؟ الله وحده يعلم ما ستكون. أولا أنا لا أعرف أنها مصابة بعقدة الأفعى، وثانيا هي أفعى، أقصد آنسة حسيبة من معارفنا، وقد جئت أطمئن على صحتها، هذا كل ما في الأمر. في المرة القادمة علقي كل شيء إلا الأفعى. ثلاث أفاع في يوم واحد. أفعى منامس سيد زاهر، عفوا أقصد الأفعى التي رآها السيد زاهر في رحلاته، والأفعى التي من لحم ودم وسم، وأفعى السيدة سنية. الحمد لله خرجت بصحة أوفر. المعذرة يا شيخ جمعة، ولكن كيف عرفت أنها خرجت بصحة أوفر؟ من صوتها. الصوت ينبئ عن صحة الإنسان كما تنبئ حركته ولونه، وإلا من قتل الأفعى غير دبيبها؟ والآن لنترك حديث الأفاعي ونرجع إلى حديث الهمزات. أول ثالث ثالث أول، أحزر أحزر ماذا نفعل؟ في أول كل الكلمات فتحا فتحا نرسم همزا فوق الألف، كأنا وأخي أختي أروى نبني صرح العلم الأقوى، ضما ضما نرسم همزا فوق الألف، كأساعدها أمي أمي كسرا كسرا نرسم همزا تحت الألف، إيه إيها نادى عمي. لأننا أدرنا الموضوع على الحياة لا على الهمزات، والآن أخبرنا يا سيد زاهر ما رأيت. أخبرنا ما رأيت. ها؟ ما الذي يجري؟ أنا على أهبة الاستعداد. وأنت يا زاهر؟ أنا أريد أن أدير الدفة عن موضوع الهمزات. تديرها عن؟ أجل. والسبب؟
جماعة يا جماعة أقصد أفعل همزات. كنت تتحسب خوف أن تتأثر حسيبته من ذكر ال أجل. لا لا بأس، اذكر أفعاك يا سيد زاهر. حسن، رأيت همزة على أفعى وفوقها ضمة وعلى الحرف الذي قبلها ضمة. تفسير ذلك بسيط، إذا وقعت الهمزة في وسط الكلمة رسمت على واو، إذا كانت حركة الهمزة الضمة، أو إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما. أعد هذا من الأول. تقصد من أول؟ وماذا قلت من الثاني؟ قل أعد كلامك من أوله، ولا تقل أعد كلامك من الأول، أو قل أعد كلامك من رأس، ولا تقل أعد كلامك من الرأس. بعد أن أعدت كلامك من أول يا شيخ الجمعة صار الأمر واضحا. فارسم لي همزة الوسط في كلمة رؤوف. رؤوف، الهمزة في وسط الكلمة. ننظر إذن إلى حركتها. حركتها الضمة. نرسمها إذن على الواو. فكيف ترسم الهمزة في كلمة مؤنس؟ مؤنس. حسن، الهمزة في وسط الكلمة وهي ساكنة كما هي في أصلها. ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها. قبلها؟ بعدها النون. قبلها الميم. حرف الميم، حرف الميم متحرك بالضم. نرسمها على الواو إذن. بدأت تصير فيلسوفا، ولكنك لم تتنبه إلى أمر قد يؤدي بك إلى خلط. ما هو؟ يا آنسة حسيبة، استدعي لنا كلمة سئلة. غلط غلط، قبل الهمزة حرف مضموم وقد رسمت على الياء، المفروض أن ترسم على الواو. يا سيد زاهر، ألم نتفق على أن العجلة في غير أوانها تضر أكثر مما تنفع؟ ولكن انظر يا سيد زاهر وأنعم النظر، أين تقع الهمزة في كلمة سؤال؟ في وسط الكلمة. ماذا؟ في وسطي؟ نعم، في وسط الكلمة. ماذا؟ أتراها في أول الكلمة أو في آخرها؟ أنا أراها في وسط الكلمة وليس في وسط الكلمة. قل جلست في وسط الدار، ولا تقل جلست في وسط الدار، لأن وسطها هنا اسم. إذا أردت بالوسط اسما فحرك السين بالفتح. زرعت الشجرة في وسط الحديقة. وقل جلس وسط القوم، ولا تقل جلس وسط القوم، لأن وسط ها هنا ظرف مكان.
جلس وسط القوم أي بينهم. عفوا، الهمزة واقعة في وسط الكلمة. حسن، فلننظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، ما هما؟ هي متحركة بالكسر والحرف بالضم. لدينا الآن حركتان، الكسرة والضمة. والكسرة تريد ماذا تريد الكسرة؟ الكسرة طبعا تريد الياء، لأن الكسرة في الحقيقة ياء قصيرة. والضمة ماذا تريد؟ تريد طبعا الواو، لأن لا داعي للتعليل، فماذا نفعل؟ نعود إلى سلم الحركات. سلم دو ري مي فا صا لا سي، سلم الموسيقى. ثلاث أربع، سلم الأعداد. سلم الحركات. فتحة، أو ضمة، إي كسرة. سلم حركات رسم الهمزة يا آنسة حسيبة. موجود يا شيخ جمعة، ما هو؟ حسن يا زاهر، ما رأيك؟ لا أستطيع أن أقرأ سلم الحركات. أنا أقرأ لك. الحركة في القمة الكسرة. أرى ذلك، ولكن ما معناها؟ معناها أن الكسرة إن وجدت فرضت قانونها على بقية الحركات. معنى ذلك إذا ظهرت كسرة وضمة فالهمزة ترسم على الياء، لأن الكسرة أقوى من الضمة في رسم الهمزة. أنت نابغة. سئل الهمزة مكسورة، ما قبلها مضموم، الكسرة تريد الياء، والضمة تريد الواو. إرادة الكسرة تفرض على إرادة الضمة، فنرسم الهمزة على الياء. جميل. الضمة بعد الكسرة في القوة، أي إذا وجدت ضمة على الهمزة أو على الحرف الذي قبلها رسمناها على الواو. بشرط ألا توجد كسرة. رؤوف، الهمزة مضمومة، ما قبلها ليس مكسورا، نرسمها إذن على الواو. فكيف ترسم الهمزة في تفاؤل؟ تفاؤل أمر بسيط، ننظر إلى حركة الهمزة وهي الضمة، ننظر إلى الحرف الذي قبلها وعقلنا مفتوح، فقد نجد كسرة لأنها ستلتهم الضمة. الحرف الذي قبلها ماذا يا زاهر؟ قبل الألف، أقصد قبل الهمزة، لا يوجد حرف. ماذا يوجد؟ قل توجد يا شيخ الجمعة، توجد. قلت توجد، ماذا توجد؟ قبلها توجد حركة وليس حرفا، حركة الألف الطويلة أخت الفتحة. ظننت أنني امتلكت قاعدة رسم الهمزة بالكسرة وبالضمة.